بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. ليعطي الرب كلمه عند انفتاح الفم بارشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد ان يقوله لنا الروح القدس في هذا الصباح المبارك. يعطينا اذانا صاغيه وقلوب مفتوحه لسماع وقبول كلمته المقدسه حتى تاتي هذه الكلمه بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. هذا هو الأحد الثاني من شهر هاتور المبارك أيها الأحباء، وكمقدمة دائما أقولها عن أحد الشهر حتى يكون لنا هذه الرؤية اللي وضعها لينا أباؤنا القديسون بإرشاد الروح القدس في كل قراءات السنة القبطية. شهر هاتور هو يعتبر هو الشهر الثالث، ويأتي بعد شهر بابا اللي يتكلم عن نعمة المخلص أو آسف سلطان المخلص على كل النفوس. الشهر الماضي كان يتكلم كله عن معجزات للسيد المسيح، ويأتي شهر هاتور بالتالي يتكلم عن هذه النعمة تتجلى في من خلال كلمة الله. إنجيل كل الأناجيل تتكلم عن إنجيل رب المجد يسوع الذي جاء ليعلنه لشعبه، ومن خلال كلمة الإنجيل لنا هذا الخلاص. يا رب إلى من نسهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. بالتالي كان الأحد الأولاني يتكلم عن ثمرة الإنجيل وعن مثل الزارع والزرع، وكانت الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير أصحاح 8 ويتكلم عن الثمر ويقول: ويثمرون بالصبر. وكان لنا لقاء ماضي بذلك والرسالة اللي ترسلت الأسبوع الماضي. اليوم يتكرر نفس الإنجيل، ولكن معلمنا متى البشير. هذا المثل ذكر في 3 أناجيل: إنجيل معلمنا متى البشير أصحاح 13، وأصحاح 13 ده كله بيتكلم عن أمثال الملكوت، وده تاني مثل في هذا الأصحاح. وإنجيل معلمنا مرقس البشير أصحاح 4، وده دايما بيكون في العشية. إنجيل معلمنا لوقا البشير أصحاح 8، وده اللي كان الأسبوع الماضي. النهاردة الكنيسة بتحط لنا جانب آخر أو رؤية أخرى، هو نفس المثل ولكن يورينا الثمر اللي بيجيبه الإنسان من خلال كلمة الله شكله إيه. يقول لنا كده: 30 و60 و100، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعضا 100 وآخر 60 وآخر 30. دي أرقام متفاوتة، كل ثمر بحسب طاقة الإنسان وبحسب جهاد الإنسان، ويقول الإنسان ويقول الآباء بحسب درجة محبة الإنسان لله وجهاده في طريق الحياة الأبدية. أتحبني يا سمعان ابن يونا، ويكمل الكتاب المقدس. إذن يا أحبائي، اليوم تركيزنا على هذا الحب من خلال الخلوة الروحية. رسالة بعنوان: الله يشتاق لخلوتك. هيجي الأسبوع الثالث الأسبوع القادم يتكلم عن ضيقات الإنجيل، الأسبوع الرابع عن مكافأة الإنجيل. دي كلها بقى نجيل الشهر. إذن تركيزنا كل هذا الشهر يا أحبائي هو عن الإنجيل. وكرسالة مبدئية أقولها: درب نفسك الشهر ده ما يعدي من غير ما إنك أنت تبتدي فعلا إنك أنت تقرأ الكتاب المقدس. حتى لو كنت تارك الكتاب المقدس لزمن لفترة، استفيد من هذا الشهر منه، هتقدر انك انت تواصل لقراية الكتاب المقدس وتحب قراية الكتاب المقدس.
وأول هذا الحب زي ما بقوله أو كمثال لهذا الحب هي الخلوة الروحية. الله يشتاق لخلوتك. إيه الخلوة؟ يقول لنا كده في إنجيل معلمنا مرقس البشير أصحاح 4 عن السيد المسيح له المجد، يقول كده: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. سيد المسيح ترك لنا هذا المثال: في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. موضع خلاء يعني جلسة ما بين الله والإنسان. الإنسان يريد أن يجلس مع الله في جلسة روحية، في خلوة روحية. فيها إيه الخلوة دي؟ كان يصلي هناك، وبالتالي نسمع فيها صوت الله. هي رسالة متبادلة. الخلوة الروحية هي عبارة عن جلسة روحية متبادلة. ديها تشبيه بالضبط كده زي التليفون، تليفون البيت. طبعا الناس ما بقتش تستعمل تليفون البيت، من النادر يعني، إلا الناس الكبار في السن الله يديهم الصحة والعافية. أول حاجة يعمل عليها تشيك هو إيه؟ إنه في حرارة ولا ما فيش حرارة في التليفون. طب والتليفون اللي ماسكينه في إيدينا، أول حاجة يفتش فيها فيه سيجنال ولا ما فيهوش سيجنال. لأنه لو ما فيهوش سيجنال عمره ما هيعمل إيه؟ لا يرسل ولا هيستقبل. ونفس الحكاية تليفون البيت، لو ما فيهوش حرارة لا هيرسل ولا هيستقبل. فالخلوة بداية الحرارة هو ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعبدوا الرب بفرح. وبالتالي يكون حديث متبادل شيق حبي ما بين الإنسان وما بين الله. ما فيش أي طرف تاني، دي خلوة شخصية للإنسان بغض النظر عن بعد كده الأسرة بتقعد مع بعض وتصلي وتقرأ، كل ده حلو، لكن دي جلسة خاصة بيني وبينه. زي ما بيقول المرنم: جلسة في حضرة حبيبي أحلى من قصر الملوك، لو رأى المؤمن جماله لهتف خذني أرجوك. الإنسان بيتعزز، بيتفضل على الله. يوم ما يقعد عشان يقرأ الكتاب المقدس، الحمد لله النهاردة أنا قريت الكتاب المقدس. يوم ما حيصلي يقول أنا النهاردة الحمد لله صليت. إيه هو مدى اشتياقنا للخلوة؟ إيه هو مدى اشتياقنا وحبنا أن احنا نقعد في جلسة مع الله؟ إذا ما كانش عندنا هذا الاشتياق أو ما خدناش الموضوع بهذا الشوق، يا ترى الرسالة النهاردة ممكن تكسفنا شوية؟ ممكن تحركنا شوية؟ الله بنفسه يشتاق لخلوتك. إنجيل النهاردة مثل الزارع يقول لك كده إيه؟ هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. ومين هو الزارع؟ هو الله. ولم ينتظر الأرض إن هي تاجي، ولم ينتظر الإنسان إن هو يأجي ليه. الله يبادر باستمرار بالحب. خرج الزارع ليزرع حتى إن هو يأتي بثمر من خلال هذه الأراضي، لأنه ما كانش ممكن إن احنا نمشي ليه. احنا محكوم علينا بالموت، وبالتالي كان هو لازم ان هو يجي لينا. طب هو بادر وجه وتمم الخلاص، طب وبعد كده دورنا احنا ايه؟ لسه بننتظر ان هو يجينا. ما عندناش الحب اللي حركنا اللي احنا نمشي ليه. فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. فين الشوق دي؟ اشتاقت أنفسنا يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. شوق حب. لكن للأسف حاجات كثيرة طغت على هذا الحب. يقول لك كده الكتاب المقدس آية صعبة: لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. بسبب الخطية في العالم، بسبب حاجات كثيرة بقينا نتمسك بيها
بردة المحبة عندي عليك أنك تركت إيه؟ محبتك الأولى، وبالتالي جه ورمى البذرة والزرع، والبذرة اللي يزرعها هي إيه؟ هي كلمة الله، كلمة الله المسموعة أو اللي بنقراها. بل أقول لك أكثر من كده، هو نفسه كلمة الله المتجسد. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو خبر، والكلمة صار إيه؟ صار جسدا. إذن أعطانا نفسه، ذاته، كلمته عشان نعيش بيها ونحيا بيها. يا ترى مشتاقين النهاردة إن إحنا نبدأ شيء جديد متغير في حياتنا؟ دايما نقول حياتنا اليوم حياتنا روتينية، اللي بنصبح فيه وبنمسي فيه وبنختم بيه، ما فيش أي حاجة جديدة في حياتنا. النهاردة أقول لك حط حاجة جديدة في يومك، دخل حاجة جديدة. 10 دقائق مش هتكلفك حاجة، ربع ساعة مش هتكلفك حاجة، ما اليوم بيضيع في حاجات كثيرة من غير ما نستفيد بيه. الله يشتاق لخلوتك. حوريك الله بيشتاق لينا في ايه بالضبط في الخلوة دي، وفي النهاية القرار في ايد كل واحد مننا. يا ترى هنبادله هذا الشوق بشوق من قلوبنا وبحب، ولا برضه هنسيبه منتظر على الباب؟ اول حاجة الله يشتاق للحديث معك، للكلام معك. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. يا ترى هنسيبه لحد إمتى إن هو يقرع؟ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هنا في شرط، حرف إن حرف شرط. اللي يسمع، اللي عنده الشوق إن هو يفتح الباب، اللي عنده استعداد إنه يسمع لكلمة الله في وسط أحداث العالم، وفي وسط مشاكل العالم، وفي وسط أحاديث العالم، كلام العالم كله، بقينا ما نسمعش صوت الله، بقينا نسمع حاجات تانية، أي شيء ممكن نتونس فيه، وأي شيء ممكن نتكلم فيه، وأي شيء ممكن نشوفه في التلفزيون، أخبار على كل حاجة. مش وحش ده، كله مش وحش، لكن في الآخر فين صوت ربنا في ده كله؟ فين صوت ربنا؟ عروس النشيد تقول له كده إيه في أصحاح 5:2: أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. ايه كل الدلع ده يا رب؟ ايه كل الدلع ده؟ كل ده، ده احنا الواحد لما يجي يقول لي يمدح حد، او يعني مش عايز ادخل مواضيع في مشاكل يعني او بيوت مشاكل، الراجل بيقول لي مراته، مراته بتقول لراجلها. مهم مسيحنا بيقول لنا، العريس بيقول لنا، لكل واحد مننا. خلينا في العريس والعروس اللي احنا كل واحد مننا. افتحي لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. معناه ايه؟ معناها انا طول الليل وانا بخبط، وانت عاملة وانت شايفة نفسك ايه؟ نايمة. قلبي مستيقظ يعني بفكر، افتح ولا ما افتحش، اقوم ولا ما اقومش. عارفين طبعا النتيجة كانت ايه؟ عروس النشيد قالت كده ايه؟ انا نائمة وبدلت ثيابي وخلعت حذائي ولسه حقوم عشان ألبس، لكن لما لقيت الموضوع طول قلت خلاص يلا حقوم، غصب عني حقوم. تفتح له تلاقي إيه؟ يا خسارة، حبيبي عبر ومر. ما هو الليل كله هو واقف بيشحت، العمر كله هو واقف بيشحت وبيخبط على قلب الإنسان، ويجي الإنسان فيقول له في الآخر خلاص حقوم، بس عشان يعني ما زعلكش يعني.
يا ريت نشوف الحب ده قدر كيف يا أحبائي. في يوحنا 4:6 يتقابل مع امرأة مرفوضة من كل المدينة، امرأة خاطئة في نظر المدينة. جاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، قال لها يسوع أعطيني لأشرب. 6 ساعات من الظهيرة، من الصبح لحد الظهيرة، عشان يتقابل مع هذه المرأة ويخلص هذه المرأة اللي كان بسببها أيضا خلص مدينة أخرى ومشت بشرت مدينة أخرى. تلاميذ رجعوا، وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. طبعا مش عشان هي امرأة هو مش هيتكلم معها، لا، الفكرة إن هي امرأة إيه؟ سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين. هي دي المشكلة، مش عشان هي ست المسيح مش هيتكلم معاها، لا، يتكلم إنه يتكلم مع امرأة من السامرة. لما قالوا له إحنا جبنا أكل، قال لهم إيه؟ طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، وأنا تممت الرسالة. والست دي قبلت الرسالة ومشت إيه؟ فتحت الباب، تركت الجرة وفتحت قلبها وتغيرت في الحال. كلمة ربنا تعمل إيه؟ تغير الإنسان. يبقى أول حاجة الله يشتاق ويبادر، هو اللي بيبادر بإنه هو يتكلم معانا يا أحبائي. تاني حاجة الله يشتاق إنه يشوفنا. تقول لي يا ابونا يعني هو مش شايفنا؟ أقول لك وقفة الصلاة بالنسبة لربنا تختلف عن أي وقفة أخرى. ممكن نكلمه طوال اليوم، حلو، لكن وقفة الصلاة بالذات مش الصلاة الطوال اليوم. صلاة طوال اليوم ده حلو، صلوا كل حين لكي لا تملوا ولا تدخلوا في تجربة، لكن ده كله لا يقاس بالفترة أو بالوقفة بتاعت الصلاة. تقول لي فين؟ يقول للعروس النشيد اللي بيدلعها 2:14، نشيد انشاد 2:14، أريني وجهك، اسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. أنت شايف فيا إيه حلو يا رب؟ إيه اللي شايفه فيا حلو؟ مش بس الشكل، لا الشكل ولا الآسف ولا الطبيعة ولا أخلاقي ولا طباعي، إيه اللي في ولا خطاياي، إيه اللي فيا حلو؟ برضو أنا عايزك، برضو أنا عايزك، أريني وجهك، أسمعيني صوتك. تقول له أنا سوداء، يقول لها ها أنت جميلة بين النساء يا حبيبتي. موضوع تكلمت عنه أول امبارح في نهضة ماري جرجس. أخرجي أيتها الجميلة من بين النساء، أريني وجهك، أسمعيني صوتك، صوتك لطيف نفسي أسمعه. الله بيشحت مننا الكلام وإحنا بنتعزز في الكلام معه يا أحبائي. وجهك جميل، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، متى أجيء وأتراءى قدام الله في مزمور 42:2. طبعا ده إنسان اختبر هذا الحب الإلهي، ده معلمنا داود النبي. فتشت قلب عبد داود فوجدت إيه؟ حسب قلب الله. وعشان كده القلب لما يمتلئ بهذا الحب الإلهي، واللي هي بداية العلاقة والاشتياق للخلوة، إن أنا ليه عايز أعمل الخلوة؟ اسأل نفسك واسأل نفسك، لأني بحبك يا رب. ليه عايز أقرأ الكتاب المقدس؟ لأني بحبك يا رب. ليه عايز أصلي؟ ليه عايز أجي الكنيسة؟ ليه عايز أتناول؟ ليه عايز أخدم؟ ليه؟ خلي الإجابة، لو ما كانتش الإجابة حب، لأني بحبك، إذن كل اللي احنا بنعمله إيه؟ مجرد شرائع وقوانين خالية من الحب الإلهي، مجرد صورة اسمية، مجرد عبادة شكلية من غير أي حب. عطشت نفسي إليك، الأرض العطشانة اللي تشتاق إلى ارتواء كلمة الله في حياتها. في تسنية 34:10 يقول كده:
ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. طبعا لو نرجع لإصحاح ورا، لما ربنا نادى موسى وقال له كده تعال عشان تطلع بالشعب، وموسى في الأول يقول له أنا ولد ولا أعرف أنا أتكلم، قال له هطلع هارون أخوك معاك والكلام ده كله. لما جاء لحظة الجد اطلع، قال له لا، قال له ليه؟ قال له إن لم يسر وجهك أمامي فلن أخرج بهذا الشعب. الحضور، الوجود في محضر الله، إن لم يسر وجهك أمامي. كل ما تقرأ في الكتاب المقدس وبالذات في العهد القديم، وجه الله معناها إن هو محضر الله المقدس اللي احنا موجودين فيه دلوقتي في كنيسته. احنا موجودين في محضر الله، وبالتالي زي ما قلت قبل أسبوعين وقال القديس الأنبا موسى الأسود، من يتكلم في كنيسة الله لا يوجد في قلبه مخافة الله. من يتكلم في كنيسة الله لا يوجد في قلبه مخافة الله. Who is talking in the church of God, in the presence of God, there is no fear of God in his heart. Saint Moses the Black, he said that, not me. قيس نفسك على هذا الأمر، لأنك أنت موجود مش في حضرة إنسان عادي، ولا في حضرة وزير ولا ملك عادي. ده أنت لو كنا في جلسة رسمية ومحضر محفل رسمي كده، ده الواحد إيه؟ ده احنا أقول إيه؟ ده احنا في المدارس، في المدارس لما يكون في احتفال للأطفال ما فيش واحد بيقدر يتكلم، لا أب ولا أم بيقدر يتكلم. ليه؟ عشان المدرس والمدرسة والناظرة ممكن يقول له لو سمحت بليز بي كوايت، يتكسف الإنسان ويقعد. هذه إحنا في محضر الله غير كده تماما. إحنا في محضر الله نعمل أي حاجة، نتكلم ونتونس ونتحدث ونخبر بكل الكلام. فموسى قال له إن لم يسر وجهك أمامي فلن أخرج بهذا الشعب. أنت مصر يعني؟ آه، ما هو اختبر 40 يوم قاعد في الجبل في محضر الله، ولما رجع نزل من الجبل واستلم الشريعة كان وجهه إيه؟ كان وجهه مضيئا لدرجة أنه وضع برقع عشان يقدر الشعب أنه هو يشوفه. ده الوجود في محضر الله. عشان كده يقول كده مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. وربنا حب ان هو يطمنه، قال له ما تخافش يا موسى، وجهي يسير امامك فاريحك. اطلع وانت مطمن، انت وبتاخد الخلوه بتاعتك خلص الخلوه وانت تطلع مطمن، عشان كنت في محضر الله وكنت حاضر والله حاضر في هذه الجلسه. تطلع من الخلوه وانت ايه؟ وانت مطمن في سلام. الله في الخلوة، الله في المشهد يا أحبائي. أرمي النبي يقول له ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا. الله يشتاق لخلوتك. شفت عروس النشيد إصحاح 2 يعني بتتأخر شوية، بتأجل الجومة. إصحاح 4 ويناديها مرة تانية. إصحاح 5 تقول كده من محبته حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي. يعني لازم يسمح بحاجة يمد يده، يعني معناها شوية في قراءات شوية. أنت عليه أحشائي يعني شفقت عليه. طب وإذا هو بيشتاق برضو لسه هنشفق عليه؟ ده أنا أقول له مين أنا، مين مين أنا، مين عشان أنت اللي تاجي وتخبط على بابي، وأنت اللي بنفسك عايز تفتح إيه؟ عايز تفتح الأكرة بتاعت الباب من جوه.
زي ما بقول لكم الله يشتاق لرؤية الإنسان في وقفة الصلاة. أما أنت فمتى صليت ادخل إلى مخدعك، اغلق بابك، صلي لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على نية. متى 6:6. يبقى لازم محتاجين ان احنا يكون لينا وقت مخصص نقلق عليه الباب بتاعنا، نبعد عن العالم، نبعد عن اي شيء بيشغلنا عشان يكون لينا الجلسة الروحية دي معاه. هكذا قال الرب: قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. أشعياء 62:5. كفرح العريس بالعروس. يا ترى يوم ما بيجي الفرح ده مشاعر الاثنين بيكونوا ايه؟ العريس والعروسة مشاعرهم ايه؟ كل اشتياق، كل حب. امتى يجي يوم الفرح؟ الهنا بيشبه هذا الامر ويقول لنا كده، ده مش انت اللي بتفرح بس، ده يفرح بك الهك. يا كل ده يا رب لانه حب، لانه منتظر، لانه جاء عشان الانسان. ويا ترى الانسان قابل للحب ده بايه؟ الله يشتاق للانفراد بالنفس البشرية. نفس الحكاية اللي هي الخلوة، ما هي كلها عن الخلوة بس من جوانب متعددة. نشيد الأنشاد، عروس النشيد، اللي كل واحد مننا بيحط نفسه مكان عروس النشيد. تقول كده: حبيبي نزل إلى جنته، إلى خمائل الطير، ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن. هنا فيها إيه؟ هنا فيها خصوصية. أنت تابع لمين؟ وأنت تابع لمين؟ إحنا تابعين لمين؟ لستم من العالم، لستم من العالم، إنما أنا طلبتكم من العالم عشان أحفظكم من العالم. الذين أعطيتني احفظهم من العالم، لا يهلك منهم أحد. يوم ما اترشمنا بالميرون في المعمودية معناها إن احنا تخصصنا ليهم. This is a confirmation. It's a confirmation sacrament. Or the chrismation, the seal, الختم اللي اتختمنا بيه، مختومين بهذا الختم، مختومين بهذا الختم اللي هو ايه؟ ان احنا اصبحنا ليه. عشان كده قديس اغسطينوس اللي عاش 20 سنة بعيد عن الله، يا احبائي، في اعترافاته لما يرجع يقول كده: كثيرا ما فتشت عنك وبحثت عنك في كل العالم، وأخيرا وجدتك فين؟ في داخل قلبي. ادخل النهاردة كده جلسة بينك وبين المسيح إلهك أبوك السماوي، وفتش في داخل قلبك. يا ترى حبه لسه موجود في القلب؟ يا ترى مكانته لسه موجودة في القلب؟ يا ترى انتماءك ليه لسه موجود في القلب؟ عشان تفضل باستمرار بهذا الحب مهما هتفتش عليه بره، في الآخر مش هتلاقيه إلا في قلبك اللي هو ساكن فيه. همشي سريع يا أحبائي بس عشان الوقت بتاعنا. أخيرا في سفر الرؤيا في أصحاح 4: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي شخصيا: اصعد إلى هنا فأريك لابد أن يصير من هذا. في المرض، في الوحدة، في السجن، في اضطرابات، في أي مشكلة، هو يريد أن ينفرد بيك، هو يريد أن ينفرد بالنفس البشرية. ده من اشتياقات الله. وأخيرا اللي منها
حختم بقصة يا أحبائي، اشتياق الله أنه يكشف ليك من خلال الخلوة دي، يكشف ليك حاجات في حياتنا، يكشف لينا في حاجات إحنا مش واخدين بالنا ليها. فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ إبراهيم ده مين؟ خليل الله أو صديق الله. صموئيل الأول، صموئيل الأول 3:10، أخذ الآية دي وخليها في بداية الخلوة بتاعتك. فجاء الرب وقف ودعا كالمرات الأولى، الأولى والثانية والثالثة: صموئيل صموئيل. في المرة الثالثة صموئيل يقول له كده إيه؟ تكلم يا رب فإن عبدك إيه؟ سامع. 5 كلمات: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. Lord speak, your servant is listening. سهلة تتحفظ. تكلم يا رب فإن عبدك سامع. معناه إيه؟ معناه أنا جايك يا رب وأنا مشتاق ومنتظر إن أنا أسمع صوتك، ومش هطلع من الخلوة دي إلا أخد رسالة شخصية لي يا رب. وعاد الرب يتراءى في شيلو، لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلو بكلمة الله. هختم بقصة يا أحبائي، موضوع لسه فيه رسالة أخرى، لكن هكتفي بهذا الأمر. سيب لكم السلايد الأخير عشان تفكروا فيها وأنا بقول القصة. قصة بتحكي عن رجل غني في يوم من الأيام مشى لأحد الآباء الروحيين، وقدم ليه أموال كثيرة للكنيسة، وطلب منه، قال له: عندي طلبة بسيطة، صلي لابني الله يحفظه ماشي في البحر وفي سفينة بتاعته، ده هي التجارة بتاعته وهو مسافر، أرجوك صلي له عشان الله يحفظه ويرجع بالسلامة. يمر أسبوع، يمر 2-3 شهر، ويسمع هذا الرجل عن موت ابنه. ابنه مات، والسفينة للأسف جاءت عاصفة بحرية شديدة ضربت السفينة وأغرقتها، وبالكاد نجا كل الركاب اللي فيها، يعني يدوب من لطف الله أنه نجا الركاب اللي فيها. حزن هذا الإنسان. ليه يا رب؟ ما أنا طلبتي كانت طلبة حلوة، أنا ما طلبت الشر، ما طلبتش حاجة كثيرة، طلبت أنك أنت تحفظ ابني. رجع للأب الروحي، قال له: ليه؟ ليه اللي حصل ده؟ قال له: الله حيكشف ليك، الله حيكشف ليك ترتيبه. أنت طلبت وأنت كنت بكل قلب صادق معاه، شوف الله حيكشف ليك. فعلا في الليل ظهر لي وهذا الأب الروحي وقال له كده: لماذا أنت حزين؟ حقرأ لكم العبارات بالضبط وحقولها طبعا عشان اللغة العربية الفصحى. قال له: أنت حزين ليه؟ هو أنت مش طلبت مني إن أنا أصلي لأجل ابنك؟ أنا حقول لك ليه الله سمح إنه ابنك يموت. قال له كده: ابنك كان معرض للسقوط في خطايا ومشاكل كثيرة، الله نقله إلى السماء عشان يفرح مع القديسين. طبعا مين مننا يتقبل هذا الأمر؟ من كان صعب، لكن لما الإنسان يدرك خطة الله ورؤية الله وترتيب الله يقول له كده: إيه؟ لك تكن إرادتك ولتكن مشيئتك. ابنك كان معرض أنه يسقط في الخطايا ومشاكل كثيرة، ولكن الله نقله عشان يفرح مع القديسين. والسفينة اللي انت طلبت أيضا، الله حافظ على كل ركابة اللي كان من بينهم. في مين؟ كان أخوك من بين هؤلاء الركاب.
الله حفظه ونجاهم. قال له كده في الآخر: فاطمئن لأن الله يحبك ويسمع طلباتك. يعني حتى وإن كانت الطلبة مش بحسب رغبة الإنسان، لكن اطمن إن الله حبك وبيحبك، والطلبة اللي تمت هي لصالح ابنك وكانت لصالح أخوك. وهنا تقول القصة إنه تعزى هذا الإنسان. مغزى هذه القصة يا أحبائي، الله يفرح بصلواتنا وطلباتنا، الله يستقبلك، الله يشتاق للخلوة، الله يسمع، حب يسمع صوتنا ويهتم بيها مهما كانت صغيرة. تأكد أن محبتك وعطاياك ثمينة عند الله، لأنها تعبر عن مشاعر الله. الله يحبك، يحب أولادك، يحب كل أحبائك. اطلب أنت من أجلهم، كن واثقا من خطة الله وترتيب الله لحياتك. هو قال كده: اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. مسيحنا القدوس النهاردة الله بيستقبل كل إنسان، والله ينتظر كل إنسان ويقول له وحشتني، ويقول لك خليك شوية، خليك شوية، خليك اتكلم معاي. مش هقول لك سيب أي حاجة، شغلك والكلام ده كله، بس اديله من يومك، اديله من يومك، لأنه يشتاق. وما أحلى الجلسة في محضره. مسيحنا القدوس يبارك هذه الكلمات، يعطينا فعلا أن النهاردة وطوال الشهر زي ما قلت يكون يوم جديد في حياة الإنسان. اوعى تفوت يوم من غير ما تقعد معاه، زي ما بفوتش يوم وتتكلم مع أحب الناس إليك. تمام؟ ما بتفوتش يوم ما لم تسمع صوته أو تسمع صوته أو أي أو أقرب الناس إليك، أحب الناس إليك. يا ترى الله أخذ هذه المكانة في قلوبنا عشان نتصل بيه ونتكلم معاه؟ يريد الله يلمس قلب كل إنسان اليوم بلمسة روحه القدوس، حتى تأتي هذه الكلمة بهذا الثمر المقدس لمجد اسمه القدوس، ونفرح قلب الله. الله يفرح بك إلهك، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. أمين.